مركز. من جديد برحب بكل زملائي في الاستوديو، برحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الاهلي في كل مكان. طبعا مكملين اكيد معاكم لقاءاتنا من داخل ملعب مختار التتش في حفل اهلي استثنائي. يعني معايا دلوقتي سوريا محمد لاعبة النادي الاهلي كرة السلة سيدات، برحب بيكي طبعا في البداية، منورانا اكيد. النهاردة انت حاضرة النهاردة الحفل، اكيد من اول ما دخلنا كده شايفين اجواء مميزة جدا، كلميني كده من اول ما دخلتي شفتي ايه؟ اكيد طبعا انا مبسوطة جدا ان الحفلة طالعة بالمنظر ده، بصراحة حاجة عظيمة جدا وحاجة مشرفة لأي لاعب بصراحة ان هو يدخل يلاقي نادي زي النادي الاهلي عامل حفلة استثنائية زي دي. كلنا الصراحة مبسوطين الحفلة، شفنا الاجواء كانت حلوة جدا، شفنا كذا فرقة، شفنا لعيبة وكتير اتصورنا مع بعض، الاجواء لطيفة بصراحة، الحفلة يعني حلوة جدا جدا، كلنا مبسوطين بيها وكلنا مبسوطين قوي بالعظمة اللي معمولة في النادي. وبصراحة يعني نفسي على طول ان انا افضل شايفة النادي والفرقة بالمنظر ده، هو ده الصراحة اللي احنا متوقعينه دايما من النادي، ده البطولات اللي احنا عملناها النادي بيكافئنا، فده بصراحة حاجة مشرفة اكتر ما انا كنت متخيلة بصراحة. كابتن سوريا، يعني احتفلنا معاكم على مدار الموسم بكل البطولات، كلميني يعني بيشهد كمان لعبة كرة السلة اكيد موسم كبير واستثنائي، يعني كلميني كمان عن استعداداتكم خلال الموسم الجديد. احنا طبعا الموسم اللي فات كان يعتبر موسم استثنائي بالنسبة لنا، خصوصا ان احنا كسبنا 5 بطولات من 5 والحمد لله ما خسرناش ولا ماتش، فيمكن كان هو ده حاجة، كان موسم استثنائي ان احنا ما خسرناش حاجة الحمد لله. ده يمكن بيزود علينا الضغط ان احنا السنه دي لازم نحافظ على الصداره، ولازم ان احنا نفضل ناخد الدوري والكاس والسوبر وكل حاجه، ونفضل برده محافظين ان احنا ما نخسرش ولا ماتش. طبعا كابتن طارق والجهاز الفني مدعمين الحمد لله بالصفقات، الحمد لله السنه دي كويسه، والسنه اللي فاتت برده الصفقات كانت كويسه مع محترفات على اعلى مستوى، هو ده اللي ساعدنا. مع الجهاز الفني طبعا كان مركز معانا كويس، السنه دي برده كان تعليمات كابتن طارق لينا ان احنا عايزين نحافظ على الصداره وعايزين ان احنا نكسب كل الماتشات من غير اي هزيمه، فده التارجت بتاعنا السنه دي ان شاء الله. كلمينا بقى اكتر عن بطوله طبعا افريقيا مع المنتخب. والله انا لسه مخلصه بطوله افريقيا مع المنتخب، يمكن احنا ما كناش محظوظين في البطوله دي لان الكروس بتاعنا جه مع فرقه صعبه وصلت فاينل، فيمكن الكروسات كانت صعبه، خرجنا للاسف من دور الثمانيه، بس احنا راجعين اهو ان شاء الله البطولات اللي جايه نقدر ان احنا نحقق مركز احسن. دلوقتي مركزين اكتر مع النادي ان احنا عايزين، خلاص موسم المنتخب خلص، دلوقتي مركزين مع النادي عايزين نركز اكتر ان احنا ناخد كل البطولات ان شاء الله. رايا بشكرك طبعا، كل التوفيق ليكي، شكرا نورتينا. طبعا ده كان لقائنا اكيد مع سوريا محمد لاعبه النادي الاهلي كره السله سيدات، يعني مكملين لقاءاتنا معاكم وعوده ليكم مره ثانيه.